انا هقول للمحكمه انا اللي سمعته، وهي بقى تشوف ده تهديد ولا لا. سلمى انا خسرت ياسر، ما عنديش استعداد اخسر عيسى، في الاخر اتسجن ظلم اكبر ظلم من يتكتم على شهادتي. وبعدين حتى لو سكت ماهر تقريبا سمع اللي انا سمعته، وهو اللي مش هيسكت. انت قلت في محضر الشرطه ان المتهم راح يقابل المجني عليه في المكتب قبل الفرح بثلاث ايام تقريبا، مش كده؟ حصل يا باشا، حتى بالاماره كان متنرفز جدا، ده دخل مكتب مستر ياسر من غير ما يستاذن. طيب وانت عرفت منين ان هو دخل من غير ما يستاذن؟ ما انا شفت بعيني سعادتك، انا حتى كنت موجود وهو طالع من المكتب، كان طالع متعصب جدا ومش شايف قدامه، ده ما قالش سلام عليكم. طيب انت ما سمعتش المتهم كان بيقول ايه للمجني عليه في المكتب؟ يعني قاعد يقول بقى مش هتلحق تتجوز ساره، حاجه زي كده يعني. قول لي يا ماهر، في حد في الشركه غيرك كان موجود ساعتها؟ سعادتك، مدام سلمى اخت حضرتك. استنى يا ابني، ما تكتبش اخت حضرتك دي. حاضر. تعالى ماهر امضي على اقوالك. تمام سعادتك. تمام سعادتك، كده تأمرني بأي حاجة تاني؟ لا شكرا يا ماهر، وابقى حضر نفسك عشان المحكمة هتطلبك في أي وقت للشهادة. يا باشا ده واجب وطني، رقبتي والله. ماشي يا عم الوطني. يا سلبية الله يرحمه ما لحقش يسيب وصية، وده معناه ان الميراث هيتقسم حسب الشرع. نوال هانم هتورث السدس عشان الله يرحمه له اخت، اما الانسه ساره فهتورث الربع عشان مفيش اولاد، اما الانسه رانيا فهتورث النص عشان مفيش اخوات غيرها. باقي الميراث هيبقى 1/12، وده هيروح للاقارب من العصب. تقصد ايه بالعصب يا متر؟ اقصد عمه اللي عايش في امريكا. طبعا ده بالنسبه للاموال السايله، طب والاصول؟ بالنسبه للاصول انا معايا حصر بيها، ودي عباره عن نصيبه في الشركه والسيارات، نصيبه في الفيلا دي وفيلا مارينا، ومجموعه الاراضي والمخازن اللي بتملكها الشركه. وفيلا الشيخ زايد؟ فيلا الشيخ زايد بره التركه حاليا. يعني ايه بره التركه؟ ياسر بيه الله يرحمه كان كتبها بيع وشراء لانسه ساره، بس هو ما قاليش حاجة زي كده. احتمال ما كانش حابب يعلن عن ده في وقتها، بس أنا وثقت عقد البيع بنفسي. وريني العقد. اتفضلي. بس دي صورة يا متر ما يعتدش بيها. أعتقد الأصل مع الأنسة سارة. مظبوط. معايا أصل عقد الفيلا وأصل عقد العربية كمان. عربية إيه؟ العربية اللي معايا. عايزة تفهمينا إنه كمان كتب لك العربية باسمك؟ أيوه. والمتر سالم عارف الكلام ده كويس. ده حقيقي. بس هو قال لي إنها لاستعمالك الشخصي بس. لا الحقيقة ما عنديش فكرة. جايز كان فاكر حاجة زي كده ممكن تضايق حضرتك. يعني عرفتي تضحكي على ابني وتاخدي فيلا وعربية منه من قبل ما تتجوزيه؟ ماما. بس. مش عايزيني اسكت بعد اللي سمعته ده كله؟ حضرتك انا ما اجبرتوش على حاجه، دي املاكه وهو حر فيها. ودلوقتي انا معايا المستندات اللي بتثبت ملكيتي ليها، ولا ايه يا متر؟ فعلا ياسر بيه كان حريص ان العقود كلها تتوثق بشكل رسمي. كان مخدوع فيكي، مش عارف ان موته على ايدك. طيب انا مش هرد على حضرتك دلوقتي، وهقدر الظروف الوحشه اللي انت فيها. بس كمان مش هسمح لك توجهي لي اي اهانه بعد كده. عن اذنكم. شايفه الهانم بتاعت الشوارع اللي جابها لنا من شوارع اخوكي؟ بس يا ماما بقى كفايه دلوقتي، كفايه. الحمد لله على السلامه. طب والله ما كنتش متخيل اني اشوفك هنا. تصدق احترمتك بعد ما قتلت الشواربي، بس كان لازم يموت من زمان. أنا ما قتلتش حد. عادي. ما كل اللي هنا دول ما عملوش حاجة، وأنا أولهم.
انت بالذات بقى مش فارق معاك انك تصدقني. طبعا المهم بره صدقوك، يا اما تاخد اعدام يا صاحبي. ما هو قتل مع سبق الاصرار، يعني مش تقدر بقى تقول لهم خد مني حبيبتي. بس ما تخافش هساعدك، هكسب الاستئناف واطلع من هنا قبلك، ويمكن اقوم لك محامي واحاول انسى ان انت السبب في دخولي هنا السجن. هي دي الشقة اللي جابها لك ياسر؟ طمني، إيجار مش تمليك. وهو اللي كان بيدفع لك إيجارها؟ هو دفع لي إيجارها فعلاً 3 سنين قدام. ما كنتش أعرف إنه مخبي عنك دي كمان. أنت اللي خليتيه يخبي عني كل حاجة. ليه؟ أنا ما كنتش خايفة منك. جايز هو خبى من نفسه عشان كان عارف إنك كره هيتجوز. وبرضه اتجوزتيه. قالي انه هيموت لو ما اتجوزنيش. اهو مات فعلا لما اتجوزك. كنت فاكراكي هتحزني على موت ابنك اكتر من حسرتك على الفلوس اللي هورثها منه. واحده زيك ما تفهمش حسرتي على ابني شكلها ايه. ربنا يرحمه. بس مش هيرحمك انت. انا الوحيده اللي عارفه ان انت قتلتي ياسر. طيب وما بلغتيش عني ليه؟ هروح للبوليس وهحكي له على الخطه الحقيره اللي عملتيها انت وعشيقك عشان تخلصي من ابني. عملتي نفسك سبتي عيسى واتخطبتي لياسر واستنيتي لغايه يوم فرحه واتفقتي مع الكلب بتاعك انه يقتله قبل ما يلمسك. دلوقتي هتورثي ياسر، عايزه ترجعي لصاحبك على امل انه ما يتثبتش عليه التهمه. ومين عارف، مش يمكن توكلي له محامي من فلوس ابني؟ قولي اللي انت عايزاه، ما حدش هيصدقك. لا، البوليس صدقني لما اتهمت صاحبك بالقتل، وهيصدقني لما اقول ان انت اللي محرضه على القتل. كويس قوي، جايه لنا ليه بقى دلوقتي؟ ما رحتيش ليه على البوليس على طول؟ عشان اثبت لك اني فاهماكي كويس قوي، ومش هسيبك غير ما تترمي في السجن مع الكلب بتاعك، ومش هسيبك تتهني بجنيه واحد من فلوس ابني.